السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ ربي يسعد ليكم بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن واحسن الاحوال، وانتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو ولا اول مره كتشوف القناه ديالي، كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. المهم اصدقائي، يعني بغيت نحكي لكم بعض الاحداث اللي غادي يكونوا، او الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه الاخيره. الحلقه الاخيره اصدقائي اللي غتكون مفاجئه جدا، وغادي تكون واحد النهايه اللي هي مفتوحه. المهم اصدقائي، يعني غتشوفوا كيف قلت لكم ان حليمه، يعني كيف شو ان هي شيخه وعندها بنت، وديك البنت تعبات عليها وبزاف، يعني حتى قدرات انها تكبرها وتقريها وبزاف ديال الحوايج، يعني استطعت انها تختار لها المسار ديالها او الزوج ديالها، او يعني خلاتها انها تزوج بواحد لاباس عليه. الاحداث اصدقائي غادي يبداو ناريه، احداث جميله جدا، يعني غادي نشوفوا ان هند فعلا غادي تتعلق بعمر وغادي تزوج بيه، ولكن ما غاديش تكون كتبغي، هي اللي كترتاح له وصافي، يعني هي اللي غادي تبغي هو المهدي. يعني كيف شفنا ان فعلا بغات المهدي، يعني غادي نشوفوا ان في الحدث مني غادي يدخلوا للفيلا، اكتشف اصدقائي ان هند اصلا ماشي بنت حليمه، وغادي تهددها بهذا الخبر. هذا هي الباشول، الباشول غادي تكتشف اصدقائي ان هند اصلا ماشي بنت حليمه، يعني بنت غير مربياها وجابتها وكبراتها وتهلات فيها ودارتها بحال بنتها. يعني هند مني غتعرف ان حليمه ماشي امها، غادي يبقى فيها الحال بزاف، وغتبدا تلومها وغادا تعير فيها، وغادي تقول لها علاش خبيتي عليا ان انتي ماشي الام ديالي، لان العائله ديال هند غادي تكون عائله اخرى غادي تعرف عليهم من بعد. اما بالنسبه لعمر، يعني كيف شو اصدقائي ان عمر متعلق بزاف بهند واحد الدرجه كبيره، من اللي غادي يكتشف يعني كيف شنانة تزوج بها وبغاها بزاف حيت كتشبه لمراتو، ولكن مني جا المهدي ولات كتبغي المهدي، عمر ما كانش عارف هاد القصه هادي، يعني ما كانش عارف ان هي كتبغي المهدي. هاد الشيء هذا غيخلق لهم بزاف ديال التوتر في العلاقه ديالهم، يعني العلاقه ديال هند وعمر غتولي متوتره بزاف، حيت هند اكتشفت انها كتبغي اصلا المهدي. عمر اصدقائي مني غادي يعرف هاد الحقيقه هادي، وغادي نشوفوا ان بدا قبل غادي نشوفوا ان عمر وهند غادي يكون عندهم ابن، يعني غادي يولي عندها ولد من عمر، ولكن عمر مني غادي يكتشف الخيانه ديال الزوجه ديالو ما غاديش يصبر، وغادي ينهار وغادي يطيح في الارض وغتشد واحد الجلطه. المهم اصدقائي كيف قلت لكم هادو احداث حصريه على الحلقه الاخيره من مسلسل المكتوب. وكيف شفنا ان الباتول الدور ديالها ان هي راس حربه، يعني هي الشريره في هاد السلسله هذه، مازال غيبان في الاخير ان هي السبب في الموت ديال الزوجه ديال عمر، يعني هي اللي تسبات لها في الحادث وقتلاتها باش ان هي تقرب من عمر وتزوج به، وقتلات حتى الزوج ديالها. يعني المصير ديال باتول في الاخير غادي يكون هو السجن، بعد ما غدير بزاف ديال المشاكل اخرين وبزاف ديال الحوادث وحدين اخرين. اما سالمه اصدقائي، سالمه غير مقدمه فيها، يعني الزوج ديالها ما كيبغيهاش اصلا، يعني غادي تحاول هند تفهمها ان الزوج ديالها غير كيضحك عليها وما كيبغيهاش، ولكن هي ما غاديش تسمع ليها. ولكن في الاخير اصدقائي غادي تعرف ان الزوج ديالها خائن وغادي يخليه وغادي يطلق منه. المهم في الاخير يعني العائله كامله غادي تشتت، يعني ما تبقاش واحد العائله متماسكه، كلشي غادي يبان على الحقيقه ديالو، والمهدي غادي يبقى كيلومو الضمير ديالو، يعني كيفاش انه هو كيبغي هند وهند هي مرات عمو جات شويه ناقصه، ولكن رغم ذلك ما غاديش يقدر انه يقاوم انه الحب ديالو لهند. يعني كيف غادي نشوف اصدقائي ان الحلقه الاخيره غادي يكون فيها موت فراق حزن، حلقه اخيره غادي تكون شويه قاصحه، يعني غادي نشوفوا ان عمر غادي يموت في الاخير، حيت غنشوفوا في بعض الصور ان هند غادي تكون لابسه الابيض، وهذا الشيء هذا كيدل على ان عمر غادي يموت في الاخير. هذا الشيء اللي كنحكي لكم اصدقائي بعد توقعات الحلقه الاخيره من مسلسل المكتوب، المسلسل الشيق الحاصل على اعلى نسبه للمشاهدات. اما بالنسبه لنسيمه، يعني كيف شفنا اصدقائي نسيمه الدور ديالها
يعني الدور ديالها هي انها كتبغي المهدي بزاف، يعني باغا انها تزوج بالمهدي، هذاك هو الحلم ديالها، وغادا تقرب من المهدي. المهدي باش انه يحاول ينسى هند، غادي يولي يعطي الوقت لنسيمة. هند غادي تولي غير من نسيمة، ما غاديش تبغيها تقرب ليها من المهدي واخا هي مزوجة، ولكن يعني عمر ملي غادي يعرف غادي يقرر انه يزوجهم بجوج، يزوج نسيمة والمهدي. ولكن هذا الشيء هذا ما غاديش يتحقق، حيت غادي يكتشفوا الحقيقة، وغادي يكتشفوا ان المهدي هو كيبغي هند، والمهدي ما غاديش يبغي انه يتزوج بها. يعني كيف قلت لكم، اما بالنسبة ليوسف، يعني يوسف اللي ما بغاش يبعد على هند، رغم ان يعني رغم انها ما بغاهاش في الاول، ولكن ما غاديش يبغى يبعد عليها. وكيف قلت لكم، يوسف اصدقائي غادي يولي متعاون مع الباتول حتى هويا، يعني غادي تحاول انها تدخله الفيلا او تخدمه عندهم باش انه يبقى قريب من هند، باش خسر ليها العلاقة ديالها مع عمر. اما بالنسبة لاصدقائي الحليمة، يعني حليمة في الاخير بسبب حتى هي الطمع ديالها، وبسبب انها كتقول لبنتها باش تزوج بشي واحد لاباس عليه، في الاخر غادي يعني ما غادي تشد حتى شي حاجة. هي واخا النية ديالها صافية، بغات غير على بنتها تعيش في الرفاهية، ولكن غتندم على النهار اللي دخلت فيه لديك الفيلا، وغتندم يعني غادي تلقى ان بنتها ما بقاش كتحملها، يعني فاش عرفت ان خبات على حقيقه بحال هذيك، ان هي اصلا ماشي البنت ديالها. وكيف شفتوا ان كاين واحد الشبه كبير ما بين الزوجه ديال عمر وما بين هند، يعني غتكون واحد العلاقه ما بين الزوجه ديال عمر وما بين هند، اما غتكون الاخت ديالها الصغرى، او غادي تكون بنتها من رجل اخر. المهم اصدقائي، كيف قلت لكم ان الباتول هي السبب في الموت ديال الزوجه ديال عمر، والمود حتى ديال الزوج ديالها، يعني قتلات الزوج ديالها وقتلات الزوجة ديال عمر، قتلاتهم بجوج في أكسي.